ارحبوا معي بالنجوم الثلاثة المتبقين من الأمسية الماضية. معي هنا على المسرح حنان فرفور من لبنان، عبد الله علي الشامسي من الإمارات، ومحمد المامي من موريتانيا. حياكم الله، يسعد مساكم جميعا وبالتوفيق. جاءت اللحظة الحاسمة إذن التي انتظرها نجوم الأمسية السابقة طويلا، وهي لحظة الكشف عن أسماء المتأهلين بتصويت الجماهير. وبين مشاعر الخوف والترقب تبقى مشاركة جميع الشعراء في ظل الظروف الراهنة ورغم جميع التحديات للوصول إلى هنا، بوابة أمير الشعراء، إنجازا مهما وخطوة تدعو للفخر مهما كانت النتائج. دعونا نسأل حنان، كيف لمست صدى مشاركتك بين الأهل والأصدقاء في لبنان؟ والله كانت الأصداء جدا جميلة، محفوفة بالإيمان والدعم والشغف. نتمنى لك التوفيق. عبد الله، ما الذي تود البوح به في هذه اللحظات؟ أقول شكرا للجميع، الجميع أسعدوني جدا، وأتمنى أن يكون كنت تحت يعني تحت ظنهم أو حسن ظنهم بإذن الله. إن شاء الله. محمد، هل ستكون بكائية الظل خطوتك الأولى للمرحلة القادمة أيها الشنقيط الأصيل؟ أتمنى إن شاء الله أن تكون، وأرجو أن تكون هذه الخطوة الأولى في مسيرة إن شاء الله مظفرة. وهذه العبارة التي قالها للدكتور صلاح فضل الشنقيطي الأصيل زرعت في قلبي يعني في مكان بعيد، هي شرف كبير أن تأتي هذه العبارة من قامة علمية مثل الدكتور صلاح فضل، أشكره عليها سواء استمررت أو خرجت من المسابقة. شكرا لك. إذن تمنياتنا بالتوفيق لكم جميعا. مشاهدين متابعين في كل مكان، بقراركم أنتم وتصويتكم لمدة أسبوع سيواصل اثنان من النجوم مشوارهم في ملحمة الشعر والإمارة. دقات القلوب تتسارع والدقائق صعبة، وأنا أعلم أنهم لا يرغبون بالمزيد من الانتظار. أسبوع كافي صح من الانتظار؟ إذن وصلتني النتائج. أول المتأهلين بأعلى درجة، وهي بالطبع مجموع تصويت المشاهدين مع درجات اللجنة. يا ترى من المتواجدين معي هنا؟ من موريتانيا محمد المامي، ألف ألف مبروك. كل التوفيق لك محمد في المرحلة القادمة. مبروك لمحمد، ولكن ما زال مشهد القلق والانتظار حاضرا هنا على المسرح. فرصة أخيرة سينالها نجم آخر ليحلق أو تحلق أحلامه من جديد في فضاء المنافسة. من هو أو هي النجم الذي سيرسم ابتسامة الفوز على قلوب جماهيره ومحبيه في كل مكان؟ ما بين حنان وعبد الله، يا ترى من الذي فاز بنتيجة التصويت، وهي عبارة عن نتيجة تصويت لجنة التحكيم إضافة إلى الجمهور؟ من هو أو هي الإجابة؟ من لبنان حنان فرفور، ألف مبروك، بالتوفيق لك في المرحلة القادمة. حظ أوفر طبعا لعبد الله علي الشامسي من الإمارات. ستغادرنا الليلة ولكن ستكون تاركا ذكرى جميلة هنا على مسرح شاطئ الراحة. شكرا. نشاهد معا إذن النتائج النهائية للنجوم، وهي كالتالي: محمد المامي من موريتانيا حصل على مجموع 78 نقطة، حنان فرفور من لبنان حصلت على 56 نقطة، أما الشاعر عبد الله علي الشامسي من الإمارات فحصل على 45 نقطة. بالتوفيق، و نقول لك وداعا أو إلى اللقاء وليس وداعا. إن شاء الله. زخات الإبداع تتناثر على ساحة